باعتبار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل قاعدة تلتزم بها كل القوى الديمقراطية وتحمل المسؤولية كاملة لمن تسبب في تعطيل الحوار ووصوله إلى طريق مسدود. أبرز نتائج لقاء الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل برئيس حركة حزب نداء تونس. بعد لقاء المنظمات الراعية للحوار مع أحزاب المعارضة أمس وتأكيد وصول المشاورات إلى طريق مسدود، انتهى كذلك لقاء الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل برئيس حركة حزب نداء تونس مساء اليوم إلى استخلاص نفس النتائج. من اقترح اقتراحات سدت الأفق يتحمل مسؤولية في تعميق الأزمة، ولا ربما ايضا باش البلاد تدخل في محظور. اللقاء الذي جمع بين العباسي وبجي قايد السبسي والذي دام اكثر من ساعه اكد خلاله رئيس حركه نداء تونس التزام مختلف الحساسيات السياسيه بمبادره الاتحاد العام التونسي للشغل. اصبحت الان هي القاسم المشترك تاع كل الحساسيات السياسيه الديمقراطيه والمنظمات المجتمع المدني، وشجعناه على المثابرة، وبالطبع نعتقد أنه ستكون له فرصة سواء اليوم أو غدا أو بعد أيام لمخاطبة الرأي العام وتوضيح يعني من هو المتسبب في هذه الأزمة. من المتسبب في الأزمة قد يكون أبرز ما ينتظر الإفصاح عنه غدا إثر اجتماع المنظمات الراعية للحوار.